سؤال من احد المتابعين، وهو سؤال مهم للناس كلها عندي على القناة. لازم تسمع الفيديو للاخر علشان تعرف الابديت بتاع الاسعار. هو بيسأل اتكلم عن مصاريف بدقة بتفاصيل اكتر لشخص واحد يعيش في القاهرة او في المنصورة. لو شخص مثلا اعزب، وشخص متزوج الاعزب هيصرف كام، والمتزوج هيصرف كام، علشان يعمل حسابه في متوسط للتكاليف في خلال الشهر. لو شخص اعزب هنقول ان هو مثلا قاعد في شقة واخد سرير في منطقة متوسطة، انا اعتقد اعزب مش هحتاج اكتر من كده، وماكسيموم لو احتاج ممكن ياخد غرفة لوحده يكون فيها سرير ودولاب ويكون فيها الحاجة بتاعته. دي تكلفتها هتبقى من 1000، لو مثلا هنقول ان هو السرير مثلا او 1200 لو في منطقة قريبة من جامعة او مكان شغله، الى 2000 جنيه لو هو هياخد غرفة مفروشة، وطبعا حمام مشترك ومطبخ مشترك، يعني ايه للناس اللي هي موجودة في الشقة معاه. فهتعمل حسابك من 1000 الى 2000. لو انت زوج هتعمل حسابك في غرفتين وصالة حمام ومطبخ في شقة غرفتين، يعني دي تكلفتها هنقول ان هي مفروشة مش فاضية، مفروشة هتبقى من 3.5 عندك لحد ما توصل ل5000 جنيه حسب المكان. طبعا الدولار النهاردة عامل حوالي 30.7، في السوق السوداء هيوصل معاك ل 32 33 ممكن 34، عشان بس الموضوع ما تفكرش ان هو بسيط قوي. يعني البنك اللي فيه دولارات والناس اللي معاه دولار بيبيع براحته يعني. خلاص، اول شيء ده السكن. تاني حاجة مصاريف اكلك وشربك، والله حسب مزاجك. لو انت شخص لوحدك واعزب وكده، والله في اليوم مش هينعى 80 جنيه دلوقتي، 80 جنيه هتروح تجيب لك الفطار. شوف بقى لو انت يعني هتفطر فطار بسيط 15 جنيه وعشاء 15 ادي 30 وغدا 60، حتى مش 80 يعني هنقول 90 جنيه الى 100 جنيه. هتعمل حسابك في 2500 الى 3000 جنيه مصري، يسمهم على 31 هيطلع لك بالدولار لو انت من بره مصر. طيب نخش بعد كده في الكهرباء، الغاز، المية، الانترنت، الحاجات دي كلها لن تقل عن 500 جنيه في الشهر. ماشي، النت لوحده بتعوز لك حوالي 120 ل 150 جنيه وممكن اكتر، يعني لو انت بتستخدم النت. لو عندك باقة في الشقة او المكان اللي انت هتقعد فيه، والله لو انتوا اتنين النت مثلا 140 جيجا ب 140 جنيه فهتقول 70 جنيه وكهرباء ومية وغاز وكده، برضو هنتكلم في رينج من 400 الى 500 جنيه، وده طبعا تقسم برضو على 31 هيطلع لك التكلفة بالدولار. بعد كده الانتقالات. شوف انا بحاول اجيب لك التفاصيل كلها ومش هطول علشان تستفاد وتفهم الدنيا ماشية ازاي. بعد كده هتعمل حساب برضو من 500 ل1000 في المواصلات، لان السعر دلوقتي سعر البنزين زاد. لو بتركب اوبر وكريم واندرايفر ومش عارف ايه، لو تركب مواصلات عادية زي حالاتنا كده هتلاقي اللتر السولار لسه الحمد لله ثابت بسبعة جنيه وربع، وطبعا المواصلات برضو زادت عشان تكاليف الصيانة والزيت والقصص اللي انتوا ايه عارفينها دي كلها. وانت تعمل حسابك كده، احنا حسبنا هدي 4-5000 يعني بص الشخص بتخلي الاعزب دلوقتي محتاج مثلا 5000 عشان يعيش عيشة ادمية، عيشة متوسطة. وحتى بالمناسبة الاجور اترفعت الى 3500 جنيه، ما عرفش دول هيعملوا ايه، ولكن سبحان الله يعني ايه لنا رب كريم، اي حد يعني كل واحد له رزق بياخده. حتى 3.5 في معيشة صعبة، ولكن سبحان الله في ناس بتتدبر ويبقى ربنا رزقهم بركة في رزقهم كبيرة فالدنيا بتمشي. فانت برضو ما تحسبش ازاي ده عايش ب2000 ازاي ده عايش ب3، كلها لها رب سبحانه وتعالى. واعتقد كده انا مش ناسي حاجة، لو ناسي حاجة ابعت لي اسألني في الكومنتات وانا هرد عليكم على طول. طبعا يا جماعة ادوني لايك، اعملوا اي حاجة عشان برضو الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم على خير، سلام.